أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة. ومع هذا السن سن الإذاع سن الإمتاع، شوط السابع الشوط الخاص بالإذاع الأبكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق المتميز وفي هذه الأجواء الرياضية في هذا الجو الغايم على أرضية هذا الميدان. تابع البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط فزعة من هجزي حسلم سهيل بن مبارك بن مرخان من يقدمها بهذا الانطلاق. ومع المركز الثاني تاتي الشاهنية من هجن ند الشبه سالم بسعيد من يقود الشاهنية مع هذا الانطلاق. وعلى مستوى المركز الثالث نتابع الشاهنية من هجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. الدور دور المركز الرابع أردت تقدم أردت تسلل أيضا مع الشاهنية بشعار هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي. تصل الشاهنية الأخرى مع المركز الخامس بشعار هجن الرئاسة ومتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيري. ومع المركز السادس تصل نيران بشعار هجن سيح السلم عبيد بن حمد بن شينان المري مقدما لهذا الاسم. وعلى مستوى المركز السابع المركز السابع مشعل من هجن سيح السلم احمد بسطام بن رشيد يعلن هذا الانطلاق، بينما انطلقنا مع المركز الثامن الشاهنية التابعة لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. وعلى مستوى المركز التاسع تصل ايضا مع هذا الانطلاق رسالة مع هذا التقدم الواضح. على مستوى المركز التاسع رسالة بشعار هجن سيح السلم ومتابعة الخطير احمد بن سلطان بن رشيد من يتابع رسالة. مع المركز التاسع عاشر الانطلاقات عاشر التحديات الشاهينية من هجن ند الشبه وانطلاقة سالم بسعيد في عملية التضمير والمتابعة. هذه نتيجتنا هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. ولكن بنعود مع الصدارة مع الرقص مع التقدم مع الانطلاق ومع الكادر مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. نتابع صدارة هذا الشوط نتابع المقدمة والشاهنية من تقود هذه الجموع بشعار هجن العاصفة يقدمها غياث الهلال المصنفة الأولى مع هذا الانطلاق والحاملة للرقم واحد في هذا الاندفاع الجميل والرائع. تاتي المؤازرة ايضا مع الشاهنية الثانية ايضا بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. بدأ يدفع بالستين الى الصدارة الى المقدمة. نتابع المركز الثالث نتابع المركز الثالث وأردت تقدم أردت تسلل التحديات لفزعة من هجن سيح السلم السيل بن مبارك ومرخان يعلن هذا الانطلاق. المركز الرابع المركز الرابع مشعلة من هجن سيح السلم وأحمد بن سلطان بن رشيد متابعا لهذا الاسم. المركز الخامس تتقدم الشاهينية من هجن ند الشبه سالم بسعيد يقودها بهذا الانطلاق. ونيران تتسلل على مستوى المركز السادس من هجن سيح السلم عبيد بن حمد بن شينان المري عمدة المضمرين متابعا متقدما مع نيران. على مستوى المركز السادس المركز السابع تصل الاسامي في هذا الانطلاق والشاهينية التابعة لهجن الرئاسة تتسلل على مستوى المركز السابع يقدمها أحمد بن مطر بن مايد الدخيلي. الشاهينية من الجانب الآخر تتقدم تقدم باين وملحوظ بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ومع المركز التاسع تأتي رسالة مع المركز التاسع بشعار هجن سيح السلم ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد من يعلن هذا الانطلاق. بينما انطلقنا مع المركز العاشر نتابع الشاهينية التابعة لهجن ند الشبه سالم بسعيد من يقود هذا الانطلاق. على مستوى المركز العاشر هذه نتيجتنا هذه نتيجتنا. ندان الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة ولكن لنا عودة مع الصدارة مع
هذا السن، سن الإذاعة، سن الإمتاع، التحديات الحاضرة والرقص الصباح الجميل في هذا الجو الممتع، في هذا الجو القايم، في هذا الجو الرياضي. الصدارة والمقدمة والشاهينية قادت المجموعة، قادت المجموعة بشعار هجر العاصفة. متابعة غياث الهلالي المركز الثاني، المركز الثاني، التسلل، التقدم، الانطلاق لمشعلة مع المركز الثاني بشعار هجر الشيخ السلام. ومتابعة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، الشاهينية مع المركز الثالث، الشاهينية مع المركز الرابع، الثنتين الثنتين بشعار هجن العاصفة. ومتابعة غياث الهلالي من يعلن هذا الانطلاق. المركز الخامس أيضا الشاهينية لهجن الرئاسة، أحمد بن مطر من مايد، الخيالي نيران تتسلل مع المركز السادس من هجن سيح السلام. عبيد بن حمد بن شينان المري يعلن هذا الانطلاق، رسالة قادمة مع المركز الثامن بشعار هجن سيح السلام. ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد، ولكن الشاهينية انطلقت انطلقت بناموس هذا الشوط، بدأت تباعد بدأت تباعد، بدأت بالانطلاق المتميز شعار هجن العاصفة ينطلق بناموس هذا الشوط مع الشاهينية يقدمها غياث الهلالي. ولكن أرى الشاهينية، أرى التحديات القادمة، الانطلاق الواضح مع الشاهينية بشعار هجن الرئاسة، أحمد بن مطر من مايد الخيلي، رسالة مع المركز الثالث بشعار هجن سيح السلام. ولكن الشاهينية، الشاهينية من قفرت بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، العصراق دوامنا، اندفاع تلقائي، تقدم الشاهينية. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. تهانينا لغياث الهلالي، سلام هجن العاصفة، سلام مع هذا الأداء المتميز. رسالة مع المركز الثاني من هجن سيح السلام الشاهينية، مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة، المركز الرابع نيران من هجن سيح السلام، مشعلة مع المركز الخامس لهجن سيح السلام، تاتي أيضا مع المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية، 7:59، 7 أجزاء من الثانية هو توقيت الشاهينية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي ما اللي وصلت مع المركز الثاني. تأتي أيضا رسالة 8:01، جزء واحد من الثانية، تهانينا لهجن سيح السلام، تهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد ومع المركز الثالث. تأتي الشاهينية 8:01، 5 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا أيضا لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي.